يا رب. في ايه؟ رد عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ردوا عليا، الله يخليكم. حد يرد عليا. في ايه؟ ندور على نادر يا حاج. من فضلك اديني تليفوني من جيب الجاكيت بتاعي. حاضر. عادل البيه، من فضلك قول لي لو موافق تعمل عملية السبت يبقى اتبات معانا من بكره. موافق. بسرعه من فضلك. يعني نتوكل على الله. ان شاء الله يا دكتور. اي ايمن. طب عظيم. لا انا مسافه السكه هتكون عندك. سلام. شيلي لو سمحتي، شيلي الاسلاك دي، شيلي بس لحظه واحده. حضرتك على كل شيء لازم الاسلاك تتحرك ازاي يا عادل بيه؟ حاله القلب عندك ضعيفه جدا. معلش يا دكتور، خلينا نتكلم في الحكايه دي بعدين. لازم اتحرك حالا. تتحرك على فين يا عادل بيه؟ شغل. اتفضل يا استاذ. قبضوا عليه؟ حد زعل خبر؟ لحد دلوقتي لا، بس الدنيا مقلوبه عند المديريه، وكل الناس جريت عشان تغطي من هناك. واحنا؟ عندنا احمد ياسين وهيثم بيصور. بقول لك ايه؟ الخبر بعد شويه مش هيبقى خطه صحفيه ولا حاجه، كل الناس هتذيع الخبر. عايز اسبقهم بخطوه، هتوقف لي كل فقرات البرنامج النهارده وهتكلم بس عن الموضوع ده. وتشوف لي ياسين يعرف لي مين اللي ماسك القضية من الداخلية، وعايز الصورة للولد، صورة حصرية بأي طريقة. ماشي؟ أوكي. يلا يا كريم بسرعة. أوكي. بسرعة بسرعة. في صفقة جديد لجامعة العاصمة، بأكد لحضرتك يا أستاذ معتز خبر القبض على السفاح. نحن في انتظار وصوله لمديرية الأمن باللحظة والتانية. مزيد من التفاصيل في اللحظات القادمة بإذن الله. حرم هنا عدد كبير من القنوات الفضائية والصحفيين والإعلاميين الذين جاءوا لتغطية خبر القبض على السفاح.
وارى عدد كبير من المواطنين الغاضبين بالمكان، وقوات الامن تبذل جهدا كبيرا لمنعهم من اقتحام الحواجز. ومن امام مبنى مديريه الامن نحن في انتظار وصول الشرطه التي قبضت على المتهم الذي اشتهر اعلاميا باسم سفاح النساء. حضرتك اللي بتطلبه ده حاجه صعبه جدا. حاضر احاول احاول يا كريم بقى احاول. حاضر سلام بقى دلوقتي. بقول لك ايه يا معلم، عايزين بقى نحاول نتميز كده وسط الزحمه دي. ماشي ما دخلنا دفعه عشان خاطري. دخلنا الله يكرمك. ما عندناش مشكله ارجوك. يا ايمن بيه، ايمن بيه اهو، ايمن بيه. صورة السفاح وصلت يا أستاذة. طيب اديها بقى للكنترول، خليهم ينزلوها مع كلامي لما أقول لهم. أوكي بسرعة كريم. حاضر يلا. ستاند باي هوا. جاهزة مدام نهال؟ جاهزة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة بلحظة. يظهر أن ستات مصر أخيراً هيرجعوا ينزلوا الشوارع ويتحركوا بحرية بعيداً عن الخوف والرعب اللي سيطر عليهم طول الفترة اللي فاتت. حسب مصادرنا في وزارة الداخلية تم إلقاء القبض منذ أقل من ساعة على شخص يشتبه في أنه المسؤول عن جرائم القتل اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، وكانت آخر ضحايا المطربة المعتزلة عزة كامل. فهل نجحت الداخلية فعلاً في الوصول للمجرم اللي اشتهر إعلامياً باسم سفاح النساء؟ ولا هنكتشف بعد شوية ان ده مجرد كبش فدا بتحاول اجهزة الامن تغطي بيه على فشلها في تحقيق الامن في الشارع المصري؟ الصورة جاهزة يا جماعة؟ طب نزلوها لو سمحتوا. دي صورة حصرية للشاب اللي الداخلية بتتهمه انه ورا جرائم القتل المروعة اللي اصبحت كابوس بيطارد كل عيلة مصرية. هنوليكم بمعلومات اكتر خلال الحلقة، خليكم معانا ولحظة بلحظة. الو ايه يا بابا، انت فين يا بنتي؟ ما انا لازم اروح المديريه الاول علشان اعرف. يا سلام يا ليلى، هو انا يا حبيبتي عمري خبيت عنك حاجه؟ المهم انت بس تاخدي بالك من نفسك لغايه ما اجيلك. طيب بقولك اقفلي دلوقتي عشان معايا ويتك. ايوه يا ايمن، مين قال لعصام يحقق معاه؟ مفيش حاجة اسمها هو اللي جابه، احنا هنلعب. اسمع يا ايمن، انزل له دلوقتي وقول له يبعت الواد على الحاجز لغاية ما اجي. يا ابني افهم، انا ما بحبش الطريقة دي، احنا مش ماسكين نشال. انا جاي على طول. يلا سلام. ما تشاهل شوية يا مصطفى. حاضر يا فندم. زوّغ حتى من أي شارع جانبي عشان تتفادى الزحمة دي. حاضر يا فندم. كده بقى ممكن نبتدي. ده عملت كده ليه يا لأ؟ وإيه بينك وبين النسوان دي خليك تعمل كده فيهم؟ انت متعقد يا لا؟ لما
اتكلمتش دلوقتي حالا انا هعلقك. هو مرنم بيه عادل بيه بيقول لك وقف تحقيق معاه ونزله حجز. طالما الغول قمر نحن ننفذ ونشوف اخرة الدلع ده ايه. اتفضل. انت يا ابني اللي بره انت يا زفت. عمر يا باشا نايم على ودنك. مظبوط يا باشا. خد الواد ارميه الحجز. تعال. الحمد لله بالسلامة يا شبح. اوبا شكلك وارد عصام بيه. الله 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 ايه المعاملة دي؟ وانا اللي قلت ما صدقت لقيت حد يجي يونسني. عيب. سجارة؟ ما بتدخنش بلاش. طب ايه؟ روب كرس؟ بلاش. الشاويش قال انك قاتل 4 نسوان يخوفني، بس علي اني عمل راجل لان النسوان دي كلها كده تستاهل الذبح. اه انت متردش عليا ليه؟ اه هتسوق الهبل على الشيطانه وهتعمل لهم فيها مجنون. ياكل ياكل معاهم. ايوه يا عم كده فك يا عم. اقول لك على حاجه الدنيا مش محتاجه، بس انت قال له لازم تتكلم معاه وتاخده وتدي عشان ما تنساش الكلام. محسوبك زيكا مسجل سرقة بالإكراه. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ابني يا ترى بيعملوا فيك ايه؟ حبيبي اللي هيخليك هطمن على ابني. قبضوا على ابني من غير سبب والله. ابني بريء. هدخل بس اطمن عليه. ما ينفعش يا امي، في ناس اعلى مني ورا مني. اعمل معروف يا سعاده البيت. الله لا يسيئك. ربنا يخليك. هدخل اطمن عليه واشوفه بعينيا. بس هو ابني ما عملش حاجه. ايه اللي هيخليك تسيبني ادخل؟ زيد سيبني اشوف. سيب الحاجه تخش. الهي ربنا يكرمك ويخليك. ابني بريء والله يا سعاده البيت، ما عملش حاجه خالص. ابنك مين يا حاج؟ ابني نادر اللي انتوا قابضين عليه جوه. بريء وما عملش اي حاجه. طيب طيب ما تقلقيش، لو كان بريء هيسيبوه. ما قلقش ازاي؟ مش حضرتك عندك عيال برضو؟ صدق وتؤمن بايه؟ انا لولا الظروف اللي انت فيها دي كنت قفشت عليك عشان ما بتردش عليا، وانت ما تعرفش قفشه زيكا عامله ازاي. زيكا ده مالوش وجود اصلا. الله، ما انت بتتكلم زينا اهو. الحمد لله بالسلامه يا عم، امال مدوخني معاك ليه؟ سيادتك اللي مدوخ نفسك يا باشا. ومش هتوصل لحاجه باللي بتعمله ده. انا عارف انك ظابط من اول ما دخلت. ظابط مرتاح قوي، مش من الجماعه الشقيانه. انت مبرش مالا ولا ايه؟ الدبله اللي في ايدك دي بلاتين وفيها فسوس الماس صغيره قوي. انت بقى من ساعه ما دخلت شاغل بالك بحته الحديده دي؟ فالصو. الدبله دي سويسري ومفيش في مصر كلها حد بيجيبها غير 3 جوهرجية بس، وزيكا اللي سيادتك داخل عليا بيه ده ما يعرفش حتى محلتهم فين. حوار الدبله دي اساسا فراكس. وزن سعادتك زاد قوي بعد الجواز، ما قدرتش تخلع الدبله من صباعك. اخرج يا باشا، خد دش والبس هدومك الحلوه. انا ما عملتش حاجه عشان يحطولي ظابط يطلع مني معلومات. افتح يا ابني. المعلومات الأولية اللي وصلنا لها عن الشاب اللي اتقبض عليه إن اسمه نادر مصطفى كمال، عنده 30 سنة وحاصل على لسانس حقوق بتقدير جيد جداً. تم رفضه في تعيينات النيابة العامة بسبب مستواه الاجتماعي،
وبعدين اشتغل محامي في مكتب الأستاذ مهدي عصفور. وائل، أي حد يسأل عليا أنا مش هنا، وابعتي لي وائل. جبنا الأستاذ مهدي على التليفون يا شباب؟ لسه. طيب يلا تشتروا شوية. كشف زياد؟ عظيم، ده كويس مش وحش. كويس ازاي بس يا فندم؟ لانه عرفنا ان الواد ده مش سهل، بالعكس باين عليه عيل ذكي ولماح ومركز قوي، وده معناه ان طريقتك معاه عمرها ما كانت هتوصلك لحاجه يا سعصام. يا باشا واد زي ده هيتعبنا قوي لحد ما نطلع منه بحاجه. هنشوف. طب باشا معلش بعد اذن سيادتك، يعني مش في احتمال ان الواد ده يطلع مش هو؟ في ازاي يا فندم؟ انا متاكد ان هو. ايه اللي تحت ايدك من ادله يخليك متاكد ان الواد ده هو اللي ارتكب الجرائم دي كلها؟ يا باشا ما انا قلت لك سيبهولي وانا نطق لك امه. يا اخويا ما هو كان في ايدك جرايه عصاب، ده انت ما عرفتش تخليه يفتح بقه بكلمه واحده. يا باشا انا لحقت اعمل حاجه، انا يا دوب لسه بقول يا هادي ايمن بيدخل اخده مني. ما تقلقش ما تقلقش، هرجعه لك تاني، بس دلوقتي انا عاوز اشوف ام الواد ده. تمام يا شيخ. يا زياد لكن التساؤل اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ايه اللي يخلي شاب جامعي مثقف وبيشتغل كمان محامي، يعني راجل قانون، يعني شغلته هي حفظ القوانين، ان يتحول الى مجرم وخارج عن القانون؟ بعد الفاصل هنكمل كلام، خليكم معانا. انت بتعيطي في حاجه يا استاذ وائل؟ صعبان عليكي ولا فرحانه فيه ولا وحشك يا وائل؟ استاذ وائل لو سمحت، لو في حاجه في الشغل اتفضل قولها، لو ما فيش من فضلك سيبني في حالي. الأستاذ عايزك. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. اهدي يا ست منيرة عشان نعرف نتكلم، يمكن تقدري تساعديه في المصيبة اللي ودى نفسه فيها دي. يا باشا بقولك مش هو، أكيد مظلوم، ده ابني ياما شاف ظلم، هو ناقص يا ربي. طيب قوليلي يا حاجة، انت تعرفي حد من الستات دول؟ لا والله العظيم ابني لا يمكن يعمل كده، حتى اسألوا عليه كل الناس اللي يعرفوه. ما هو احنا كمان مش قابضين عليه فترة يا حاج، احنا عندنا أدلة، وكل الأدلة بتقول ان هو اللي خطف الستات دي وقتلها. يا مصيبتي، وهو هيعمل كده ليه بس؟ اهو السؤال ده انا عايزك انت اللي تجاوبيني عليه. انا معرفش حاجة. طب انت ما لاحظتيش عليه مثلا انه كان متغير شويه في الفتره اللي فاتت؟ ابدا يا باشا. وهو عمره ما راح لدكتور نفساني؟ ده انا ابني مخه يوزن بلد، اكيد انتوا اللي غلطانين. احنا مش غلطانين يا حاج، انا بقولك عندنا ادله. للاسف بقى ان هو اللي مش عايز يساعد نفسه ولا يساعدنا. طب خليني اشوفه وانا اخليه يقول لسعادتك كل اللي انت عايزه. يا ريت، بس ما ظنش هتقدري تشوفيه قبل ما يخلصوا مع التحقيق. خليني أشوفه يا باشا، أبوس إيديك، خليني أشوف. هنشوف. حاولنا طبعا نتواصل مع الأستاذ مهدي عصفور عشان نعرف منه معلومات أكتر عن المتهم، لكن للأسف قالوا لنا أنه خارج البلاد. على إيه ده كله؟ هو كان من بيت أهلنا. نايل، أنا قلبي كان حاسس أنه هيكون ليه علاقة بالقضية دي. وطبعا احنا كالعاده مستنيين الداخليه تحن علينا وتعبرنا وتقول لنا اي حاجه. يا سياده وزير الداخليه، احنا مش عايشين في فيلم سسبنس، في اربع بنات وستات اتخطفوا واتقتلوا، ومن حقنا نعرف الراجل اللي انتوا ماسكينه ده هو اللي عمل كده فعلا، ولا المجرم الحقيقي لسه حر وبيهدد الستات في كل شوارع القاهره. بعد الفاصل هيكون معنا تقرير عن رد فعل الناس على خبر القبض على من يشتبه بانه سفاح النساء. خليكم معانا. مش كده الأحسن يا باشا؟ سيادتك قعدت معاه قبل ما نشوف أمه. اللي عمله الواد ده مع زياد بيقول إن أعصابه هادية قوي، والمقابلة دي
هتهزلوا الهدوء ده شوية وبعدين أشوف. لا استرها يا رب. ماما ده اللي جابك هنا؟ هيكون ايه اللي جابني على ملا وشي غيرك؟ حقك عليا. صحيح اللي بيقولوه ده؟ انت اللي قتلت الستات دي؟ ما تخافيش شده وهتزول. رد عليا، انت ليك دخل باللي حصل للستات دي؟ بقول لك يا ماما ما تقلقيش. ما قلقش ازاي يا ابني؟ اذا كان الضابط بيقول ان التهمه لابساك لابساك ده كلام. كلام؟ طب ولما انت سليم ومالكش دعوه بحاجه كده ما بتردش عليهم ليه؟ انا حر. حر؟ انت ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي بدلك كده؟ كله منها، من يوم ما عرفناها ما شفناش يوم عدل في حياتنا، ربنا ينتقم منها. كفايه بقى يا ماما، انت لسه عاوزه تظلميها تاني؟ حرام عليكي. حرام عليا؟ انا اللي حرام عليا يا قليل الربايه؟ هي اللي عشتها حرام في حرام، ضيعت نفسها وضيعتك معاها وخربت بيتنا. منها لله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وقد أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن المتهم المقبوض عليه يدعى نادر مصطفى كمال، وأنه كان يعمل محاميا، وأن القبض عليه جاء بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختلفة التي تكاتفت جهودها للقبض عليه. أيوة سعادة الباشا، واضح أن سعادتك بره وما تعرفش. الداخلية جابت الواد اللي احنا دخنا عشان نعرف مين هو. برضو مش عايزة تقوليلي مين اللي كنت بتتكلمي عليها انت ونادر؟ ده موضوع قديم بيني وبين ابني، ملكوش دعوة بيه خالص يا باشا. بقى كده؟ ابني بريء يا باشا، ومتهيألي ان حضرتك سمعته وهو بيقولي كده، زي ما سمعت بقيت كلامي. عن اذنك انا اتأخرت قوي ولازم اروح. استني. ضغطنا يا باشا على الولايه لحد ما حكت لنا ايه الحكايه. الست قلقت على ابنها يا عصام وقررت انها تحميه. لو كنا ضغطنا عليها اكتر من كده كان ممكن تخترع لنا اي حكايه والسلام. بس احنا كده يا باشا ما كسبناش اي حاجه من مقابلته لامه. لا ازاي بقى يا ايمن؟ عرفنا ان الولد ده وراه سر، وان السر ده مرتبط بواحده، ومهمتكم انتوا بقى انكم تعرفوا مين الوحدة دي وايه هو السر ده. الو يا سمير بيه. لا احسن احسن الحمد لله. طيب يا اخي وصلني بيه ده الوزير. ربنا يستر. مساء النور يا فندم. الله يبارك في سعادتك يا فندم. يا فندم احنا لسه يا دوب قابضين على الولد ومحتاجين شويه وقت. طب ودي انا هعمل لها ايه سعادتك؟ حاضر 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 يا فندم، انا هتصرف. مع الف سلامه سعادتك. مع الف سلامه. مع السلامه. سلام. خير يا باشا. الست المذيعه دي مهيجه الدنيا علينا في البرنامج بتاعها. انا المذيعه دي مفيش غيرها اكيد. نهال مفيد، ادي سعادتك اللي واخدينه من حريه التعبير والكلام الفاضي ده. بقول لك يا ايمن. اه يا باشا. انت تعرف توصل للست دي؟ طبعا سيادتك. اه طيب وصل لها وخليها تكلمني في الاستراحه دي اللي بياخدوها في نص البرنامج. تمام باشا. باشا قصدي حضرتك الفاصل.
الفاصل ولا الاستراحة يا عم زياد؟ ادي زفت والسلام. افتح لنا بقى التلفزيون. ها يا كريم، بص يا ابني، هو سفاح ولا مش هو؟ ده السؤال اللي بيسألوه الناس لبعض. مش يمكن يكون مظلوم؟ مش يمكن يكون كبش فدا للتقصير والإهمال، ولا الموضوع كله فيلم عشان الناس تنسى مشاكلها الحقيقية؟ الكلام كتير والحقيقة بتضيع. ودلوقتي هسيبكم مع تقرير عن ردود فعل المواطنين في الشارع على الخبر. اللي هو عادل على التليفون، هو طلب أكلمه؟ يظهر إن الشغل اللي إحنا عملناه وجعهم قوي. طب بكلمه. اطلب اتحرك دلوقتي؟ لا اتقل اتقل، خلاص انا هقول لك امتى. طيب حاضر يا استاذ. والله يا ابني احنا غلبنا، ساعة يقولوا مسكناه، لا مش هو، محدش عارف الحقيقة فين. انا عن نفسي هحبس بناتي في البيت لحد ما يتأكدوا انه هو. سفاح مين بس؟ انت مصدق ان في حاجة اسمها سفاح اصلا؟ دي حاجة كذا اسلعوها اخترعوها عشان يلهوا الناس بيها. والله يا باشا احنا مع الشرطة واقفين معاها عشان مصلحة البلد، بس الواد اللي انا شفته صورته ده شكله طيب وابن ناس، مش بتاع الكلام ده. ده المواد بتاع البرنامج يا باشا. رد عليها يا ايمن، خلينا نشوف اخرتها. تمام صح. الو، ايه يا كريم؟ طيب ماشي، خليك معايا ثانية واحدة. الو، ايوه يا سيدي، معاك معاك، اتفضل. الو سياده اللواء. يا مدام نهال. ايوه يا فندم، معاك. معانا على التليفون اللواء عادل هلال، مدير الاداره العامه لمباحث العاصمه، هيطلعنا على اخر المستجدات. ايوه يا فندم، حضرتك معايا؟ ايوه يا فندم معاك. سياده اللواء، تحب تقول ايه الملايين المصريين اللي بيسمعوك دلوقتي عشان تطمنهم؟ اولا احب اقول انه مش دور الاعلام انه يشكك في كل شيء ويفسد عمل الاجهزه الامنيه. انتوا كده اللي بتقلقوا الناس. يا فندم انا مش فاهمه حضرتك ليه عصبي كده. يعني لما انتوا كوزاره الداخليه مش عارفين تطمنوا الناس، يبقى الاعلاميين يطمنوهم، دي شغلتنا. ما بيتهيأليش ان احنا غلطنا في حاجه. مين قال بس ان احنا مش فارق معانا اننا نطمن المواطنين؟ والله لو حضرتك مهتمه قوي انك تطمنهم اتفضل طمنهم، الا لو ما عندكش حاجه تطمنهم بيها. من فضلك يا مدام نهال، مفيش داعي تقولي كلام على لساني انا ما قلتوش. حاضر يا فندم، بس يا ريت لو سمحت تجاوب على السؤال، هل الشاب نادر مصطفى كمال اللي انتوا قبضتوا عليه هو فعلا سفاح النساء ولا لا؟ الامور دي ما بتتاخدش بالطريقه دي يا مدام نهال. امال بتتاخد ازاي يا سياده اللواء؟ ما انتوا من اقل من شهر قبضتوا على واحد وقلتوا هو ده السفاح، وبعدين طلع مش هو. هل المره دي انتوا متاكدين ولا هنلف في نفس الدايره ثاني؟ احنا دلوقتي في مرحله التحقيق، ولما يبقى عندنا نتائج مؤكده هنعرضها على الراي العام. وما انتوا ما عندكوش معلومات مؤكده، قلتوا ليه انكم قبضتوا عليه؟ احنا اللي قلنا برضو، احنا ما قلناش حاجه خالص. انتوا كاعلام اللي قلبتوا الدنيا من غير ما يكون عندكم معلومه واحده. ادينا بنكلم حضرتك عشان ناخد معلومات مؤكده. زي ما قلتلك يا مدام نهال، احنا في مرحله التحقيق، والشاب ده رهن التحقيق لانه مشتبه في انه هو اللي ورا جرائم الخطف والقتل اللي حصل. طب وانتوا مشتبهين فيه على اساس ايه؟ والله انا مش مطالب اجاوب على اسئله تضر بسير التحقيقات. لما التحقيق يخلص هنعرض التفاصيل عليكم، والحد ده ما يحصل احنا عايزين نطمن المواطنين ونطالبهم ايضا باتخاذ الحذر اللازم. عن اذنك بقى عشان اشوف شغلي. هتقولي الواد ده من الحبس حالا، وجهز السلطان. وزي ما حضراتكم سمعتم، محدش عارف حاجه في البلد دي. الداخليه بتقول خدوا بالكم، والولد المسكين اللي اتقبض عليه جايز ما يكونش له علاقه بالموضوع. من فضلكم كل واحد يخلي باله من نفسه. أشوفكم بكرة في نفس الميعاد، وتصبحوا على ألف خير. متأكد إن هو؟ يا باشا متأكد.